ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. لسه مكملين معاكم وانسى الطريق مع تي ديتا، والنهارده في قصه نجاح معانا، قصه كده عملي واقعيه مصريه 100%. داليا سعداني انت منورانا، والوقت جري معاكي، الساعه داخله على 6، يعني احنا في وما لحقناش نتكلم غير في 5 6 موضوعات بس. من 12 من 48 بنتكلم بره الهواء اكتر غالبا يعني. طيب احنا كنا الحقيقة غير عين راعة اللي لسه ما اتكلمناش عليها، بس كمان عايزين نركز على المبادرة اللي انت قمتي بيها بنفسك، مشروع مستقبل شباب مصر، انت اللي تبنيتيه واشتغلتي عليه مع الشباب، ممكن تقول لنا المبادرة بقى؟ بصي، هو الموضوع بدأ ان انا شخصيا شايفة ان في نقص شوية في ان الناس اللي ناجحة ترجع تقول للشباب، تديهم امل شوية يشتغلوا ازاي. زي ما قلت لك، انا مش في المحاضرات دي ما بروحش اتكلم اكاديمي، ما بروحش اتكلم ثيوريتيكلي ولا حاجه، وما ماليش دعوه، انا ما بكلمش في الهندسه ولا ينجحوا ازاي ولا يذاكروا ايه. ده دور الدكاتره والمعيدين موجودين وبيعملوا دورهم على اكمل وجه. انا خاطبني كل الكليات اللي ممكن تتخيلها، صيدله، حقوق، طب، هندسه. انا بكلم الشباب يشتغلوا ازاي، ينجحوا ازاي، زي ما بيقولوا ازاي تسوق نفسك في عرض كتير جدا، ازاي تروح تتدرب، ولما تتدرب تبقى حاطط في دماغك انك رايح تتدرب في شركة معينة هتشتغل فيها، فازاي تبذل مجهود، توسع مداركك ازاي. خريجين الكليات متخيلين انه يقعدوا بقى يستنوا الحكومة لما تجيب لهم الشغل. بيسكلي اللي بروح اقوله، اللي مستني شماعات خليه قاعد مستني. في ناس بتجري، وانا من الناس اللي جريت وما استنيتش حد، وفي ناس غيري كتير جدا بينجحوا. اللي هيقعد يستنى شماعات خليه يقعد يندب حظه، وفي ناس تانية ممكن تشتغل وتخلق لنفسها سوق عمل. يعني مثلا مش لازم عشان انا خريجة هندسة عمارة اشتغل استنى بقى لما بقى يجيبولي ارض عشان اشتغل مهندسة معمارية. في مجالات تانية، في ان انا ممكن ابقى عندي ورشة نجارة اهو برضو تبع المجال، وده حاجة ليها عرض اكتر من كده. وبحاول طب ازاي نفتح مداركنا. لازم الثقافة، التعليم مش كفاية، ما ينفعش ان انا ابقى داخل الكلية بتعلم شوية الكلام اللي بيرموه جوه دماغي وبس كده. لازم ابقى بقرا في علم نفس عشان افهم نفسي قبل ما افهم البشر. لو انا هشتغل شغلانه بتعامل فيها مع الناس لازم افهم الناس، لازم افهم سايكولوجية اللي قدامي، لازم اعرف اتعامل مع مين وما اتعاملش مع مين. لو انا في اي مجال لازم اقرا في كل انواع الفنون، الفنون مش رفاهية، الفنون والتاريخ بالذات. كلهم الكوت اللي انت قلته لنا بس بالترجمة لو سمحت. طب once an artist always an artist. يعني انا بقول اللي عنده حس فني او حس عينه حلوه بيبص على الالوان وبيختار الوان حلوه، او ست بتحط مكياج حلو هتلاقي عندها ودن موسيقيه، هتلاقيها مترجمه في كل سبل حياتها. انا هدفي من المبادره دي ان انا عايزه اقول الاهالي، بناشد الاهالي، يمكن مش هم اللي سامعيني بس اتمنى ان هم يسمعوني، يا جماعه بلاش تضغطوا على اولادكم، احنا داخلين على امتحانات، مش لازم ال 90% كليات القمه اللي احنا مسمينها قمه، كليات قمه. هفضل اقول الجمله دي في كل وسائل الاعلام، القمه في النجاح انك تبقى متخرج من معهد بس شاطر، متخرج من تجاره، التجاره اللي بتعمل فلوس كلها، بلا طب بلا هندسه، مش هيضحك على بعض. انما تبقى متخرج من كليه وسوق العمل مطلوب المهنه اللي انت بتمتهنها وانت شاطر وتنجح فيها، هي دي القمه. مفيش داعي اطحن نفسي ماديا واطحن ولادي عصبيا عشان يجيبوا 90% عشان يدخلوا طب، يخرجوا ياخدوا مرتب اي كلام او ما يلاقوا الشغل، يبقى انا استفدت وفي الاخر يروحوا يشتغلوا حاجه ثانيه. استفدت ايه؟ انا لازم ابقى عندي بس شويه رؤيه، انا ابني او بنتي عايزين هم يحبوا ايه، هو ده اللي هينجحهم ومتميز فيه، يعرفوا يعملوا فلوس من حاجه هم حابينها. فيعني انا هدفي بس ان انا اقول واحنا على دخول امتحانات، يا جماعه يا ريت تحطوا في دماغكم اللي عايز يشتغل حاجه بيحبها يحارب على اللي بيحبه، ما يسمعش كلام حد. في ناس بتخش كليات عشان اهاليها خريجه الكليه دي، محامي ابنه يبقى محامي، دكتور، مش ده صح. انت لو عايز تنجح وتثبت نفسك يبقى لازم، في ناس سألتنا على الاس ام اس ننجح ازاي،
اولا لازم تراعي ربنا، تراعي ربنا في كل حاجة بتعملها. مش شطارة ابدا ان انا اعمل فلوس بسرعة بان انا ابقى فهلاوي. اللي بيبقى فهلاوي يمكن يكسب مؤقتا، على اللونج رام مش هيكسب. الناس اللي بتتعب ربنا ما بيضيعش مجهود حد، بيتعب بجد. فرجاءا اللي عايز ينجح وسع مداركك، ما تقفلش دماغك على مهنة معينة، شوف السوق محتاج ايه وحرك نفسك شوي، اتعلم، افضل اتعلم مجال تاني وتالت ورابع، هتلاقي انك انت مع الحركة دي ربنا بيكرمك ويوسع لك رزقك وبتلاقي فرص كتيرة جدا بتتفتح لك. انا عايز اعترف اعتراف على الهواء بقى. ايه بقى يا سوين؟ حاجة بقى يعني بالمناسبة انا فنان. لا لا لا, لا. من اول ما انت قلتي حتة افتح ورشة نجارة، انا بقى لي فترة عايش في جو النجارة ده، لان انا كنت بقفل حتة في الروف، انا قاعد في بيت على الروف عشان الكلاب وفيلم كبير كده، فبقى لي فترة بتعامل مع نجارين وبحاول اعمل حاجات بالخشب. انا انبهرت بالفكرة دي، بس انا ما عنديش اي اكسبيرينس، ونفسي انا بقى ونفسي انا اجيب الخشب وابتدي اجيب الشفاش وابتدي ادق واعمل الحركات دي كلها. هتاخد لك شهرين ثلاثة في ورش، تعالى هوديك ورشة تتعلم بايدك، وبعد كده مين قالك ان ده ما مش في يوم من الايام هيبقى عندك اكبر مصنع خشب في مصر؟ انا حسيت انا حاسه ان انت راجل. طب انا حاجزه انا حاجزه من دلوقتي لو سمحت. يا جماعه اللي عايز يتجوز عايز اتنين كومون موجوليا كلها عادي عشان بنجهز بس حضرتك. كل المجوية ياخدوا خصم خاص على فكره. طب على فكره في برضو مسج لازم نقراها. بتقول مساء الخير عليكم، ازيك يا مهندسه داليا؟ انا خريجه تربيه فنيه، بعشق التصميم الداخلي وبدمج التراث في التصميم، وليا اعمال نفذتها. هل لازم اشترك في مسابقات خاصة بالمعماريين فقط ولا ممكن في مجالات تانية عندهم الموهبة دي؟ لا بص، هو علشان تنجحي مش بالضرورة تشتركي في مسابقات خالص، بس لازم تعرفي تسوقي للتصميمات بتاعتك كويس. يعني لازم لو انت مثلا مش قادرة تستثمري في اعلانات او ما عندكيش مكان لسه بيزنس، اعملي صفحة على الفيسبوك، ابتدي سوقي نفسك، الناس تبقى عارفة منتجك، عارفة انت بتشتغلي ايه. ركزي انك تزودي مفردات تعليمك في المجال ده. انت حابة مسج الترز، وعلى فكرة انا كسبت جوايزي كلها بسبب مسج الترز، عشان انا ما بلتزمش بتراز محدد. فانك انت بتدخلي التراز ده حاجة تحترم، وياريت يبقى في ناس كتيرة مهتمين بالتراز المصري، مش قصدي بس التراز العربي. ركزي انك انت تتعلمي مفردات التراز بتاعك ده، تشوفي ايه الخامات او المواد اللي عايزة تشتغلي عليها وتدربي عليها، وعملي تصميمات كتير مش لازم خاصة بمشروع فعلي، ماشي ايديكي في ديزاينز كتيرة جدا، وعرضيها وخدي اراء الناس، بكده هتبقي عملتي سبوت لايت على نفسك والناس عرفتك. في كمان مسج بتقول بجد يا داليا انت عظيمة والمفروض تكوني قدوتنا كلنا، وبجد I'm proud of you. دي اسراء ايسو، وعندها امتحان. اسراء منبهر من عندها امتحان عربي بكره، بس هي عدم سمعي. لا اسراء ركزي في الامتحان علشان تبقي انت كمان قدوه لكل الشباب وتنجحي. وانا دايما متفائله جدا وحاسه انه كل ما الناس هتتكلم بايجابيه اكتر، كل ما الشباب هيتحمسوا اكتر، وانا عندي امل كبير انه اللي هيقوم مصر هما الشباب مش اي حد تاني. يعني رب ان شاء الله. بس وحاسين ان في باب مفتوح لافكارهم ولوجودهم في استوعبهم حد استوعبهم. ما هو انا بقى انا وعدتكم حاجه الافكار في حاجه خبر الاسبوع الجاي ان شاء الله. ايوه ايوه يا داليا علي صوتك كده. ايوه سبعين هنقول لكم حاجه حلوه جدا الاسبوع الجاي، هتفتح ببان تفاؤل وببان فرصه حلوه لكل الناس المبدعين ان شاء الله في كل المجالات. في كل المجالات هاجي لكم مخصوص واقول لكم انتوا اول ناس الموضوع. نورينا لو وقتك يسمح تيجي في الاستوديو دايما. احنا كاذاعه ميجا اف ام دايما ان احنا نبقى بنحب ان احنا نبقى باب حتى نطلع بس منه بارقه امل كده ونور منور في الليل. انا عايزه بس اقول للناس اللي بتسمع انه المكان ده قد ايه فيه طاقه ايجابيه رهيبه من اول ما دخلت. مش معقوله يعني. برافو عليكم يعني. لا يعني طب عايزين نشكر الراجل الجامد ده بقى مصطفى الهادي. برافو عليك يا مصطفى. برافو عليك مصطفى. مكافح معيد مكافح. بس ناقص النهارده بس مش وده برده للناس اللي بتسالني ننجح ازاي. يا جماعه ما حدش بينجح لوحده، لازم يبقى في تيم. مجموعة الشباب اللي نفسهم ينجحوا، جمعوا بعضكم مجموعة وعملوا مشروع صغير، اشتغلوا مع بعض. ما فيش حد بينجح نجاح فردي، لازم نشتغل مع بعض. مش لازم حد يدوس على التاني عشان ينجح. ما حدش يحارب حد. اللي شاطر
الزق جنب الشاطر هتبقى شاطر زيه هنادي بعض بالظبط ما تغيرش منه وبتاع لا روح اشتغل معاه واشتغلوا مع بعض هتعملوا حاجه اكيد انجح من ان كل واحد فيكم اشتغلوا مع بعض مش تشتغلوا بعض بقى نسمع اغنيه تامر عاشور بتاعتك عشان نطلع بعد كده فاصل ايه بتاعتك دي مش تامر عاشور ده الجماهير على فكره الجماهير هي اللي طالباها الجماهير بص على الفان بيج يا جماعه طالبه اغنيه تامر عاشور استغفر الله والله منى والله منى طب من غير ما تحلفي خلاص ايمن احمد كان كاتب باين انا مصدقك بدل ما ايمن احمد يبقى هو الجماهير استنى كده عشان بس اتاكد خلاص هنرفع عليه مصدقك والله العظيم هو يلا اسمع بقى اغنيه ونرجع نكمل معاكم والوقت جري احنا بقى اخر يا لولو اهي يا جماعه ما تنسوش فيروز وتامر عاشور فيروز اتلعبت وتامر عاشور علم ونفس عشان تعرف بس انا بوجهك ازاي يا رجالات الجماهير ايوه هو انا هنط الحبل يلا